أخبارنا طيبة ومعنوياتنا عالية ناطح السحاب، وبإذن الله نحن هنا ثابتون في متارسنا الأمامية ضد العدو الطاغي الذي يريد تخريب بلادنا وطننا، وبإذن الله سنثبت وسندحر وسندحره بإذن الله. نحن هنا من مواقعنا الأمامية في منطقة الجوبة. احنا ما نشي ندافع على مارب، بس ان شاء الله ندخل صنعاء تمام، ونحرر جميع المناطق صعدة ومران وبعدهم بعدهم تمام، ولا بهز احنا حاجة. شاركت انت بالمعارك الأخيرة؟ حول المعارك الأخيرة حدثنا عن المعارك، كيف المعارك؟ المعارك والله ان احنا دقينا منهم ما يقارب يعني واصل ندقهم، انا الحكم هنا مناثير يعني يقول انا تحت العرم ندقهم بالليل تمام، ما بيهز احنا ولا يعني يهز احنا ولا شعره ولا حاجه. اخباركم؟ اخبارنا تمام، ذا خط الجبل اللي قالوا ان العدو جاي، وهذه نجا هذه العماري ها، وهذه واسط معركه تمام من الله، الا سلالات اندقت في شعب وتراجعوا الى محطه راشد وما خلفها. تم كسر يعني حشود الميليشيات الحوثي واكثر من 100 قتيل معهم، والجثث هذه باقيه. يعني الحشد الذي تم حشده في المولد على ما يسمونه تم يعني كسره، والكثير من القتلى والجرحى والباقي يعني تم الفرار. مرحبا، اولا اشكر قناه سهيل على زيارتها وتفاعلها معنا. طبعا ميليشيا الحوثي قامت بهجوم عنيف، لكن بفضل الله تم دحرهم وكسرهم، والحمد لله بفضل الله تم دحرهم وكسرهم، والحمد لله بفضل الله رجال جيشنا الوطني صامدين وثابتين في هذه المواقع،